طبيب مختص في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، عضو الجمعية المغربية والفرنسية لأمراض الروماتيزم، عضو المجلس الإداري للجمعية الفرنسية لأمراض الروماتيزم، عضو مؤسس للعديد من الجمعيات المدنية، الجمعية المغربية للأشخاص المعاقين، جمعية دعم التندروس، جمعية أطباء خريجة، جمعية المهرجان الدولي لفيلم الوثائقي بخريجة، جمعية حماية الأطفال، جمعية نادي المسايفة بخريجة، جمعية تحدي التوحد، مهتم بالتصوير الفوتوغرافي وبالفيلم السينمائي وخاصة الوثائقي. مؤلف كتاب له كتاب آخر حول الوثائقي، حول الفيلم الوثائقي، يتكلم عن تاريخ السينما عبر هذه الأفلام الوثائقية. من ضمن الكتب الجماعية التي ساهم فيها سي بوشعيب شفشاوي في عيونهم 2012، حقوق الإنسان في الفيلم الوثائقي تجليات 2015، المدينة والفنون والسينما 2016، مدير المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريجة المغرب، مخرج أفلام قصيرة، عضو لجان تحكيم وطنية ودولية. إلى هنا أنتهي من السيرة الذاتية للسي بوشعيب. عشنا معها السي محمد المرزاق وكذلك بعض الأشياء مع الأستاذ محمد محقق. إذن الشذرة كما يقول نيتشه هي فن الخلود، ولكن هنا المقصود بتعريف نيتشه هي الشذرة الأدبية وليست شذرة حياتية، لأن الخلود في نظر نيتشه لا يتأتى إلا بالقصير الموجز. وأظن أن دائما أنا أؤمن بأن القصدية هي المنتجة للخطاب الأدبي، فسواء كانت القصدية حجاجية أو كانت القصدية كما أشار السي محمد أن الكائن السيري موجود، فعلا أرى أن الكائن السيري هنا موجود، لأنني حينما قرأت مقدمة كتاب أولا فيه مقدمتان، مقدمة للأستاذ محقق، تقديم للأستاذ محقق، ثم مقدمة يستهلها السي بوشعيب التعاون بأنني كاتب. إذا نحن أمام هذه الصيغة، ليست جديدة على فكرة، ليست جديدة في الأدب العربي. فمقامات الزمخشري هو أول من كتب بالكتاب مقدمتان، خطبة الكتاب كما كانت تسمى في العهد العباسي، ومقدمة حول كيف تقرأ السجع، لأنه رأى أن الناس لا يقرأون السجع كما يريد هو أن يقرأ، فآثر أن يجعل للكتاب خطبة للكتاب وبالتالي مقدمة تعليمية. سأنطلق إلى من الشذرات. الشذرة هنا ما يثيرني في العتبة الغلافية هو تلك النقط الحذف في آخر الجملتين أو في آخر التعبيرين، شذرات من حياتي، فما المسكوت عنه أو ما هو المعنى أو المدلول الذي تعطره هذه النقطة؟ طبعا كل شيء بقصدية في الأدب، كل شيء بقصدية. إذا فلا بد أن يكون الكاتب قد أراد شيئا، قد قال شيئا وأخفى شيئا، تركه لنا كقراء مفترضين، ربما شذرات من حياتي. فهنا أظن أن المقصود، وأنا أتفق مع الأستاذ محمد مرزاق في أن المقصود ليس بالشذرة الأدبية، ولكن المقصود هو نتف قصيرة من حياتي. المسكوت عنه هنا لا يمكن أن بأي شكل من الأشكال أن أستشرفه، لأن شذرات من حياتي عشتها، شذرات من حياتي أنا أحاول فقط أحاول تأويل. شذرات من حياتي أرويها لكم، شذرات من حياتي أشرككم فيها، إلى آخر هذه الدلالات التي قد تتوارد انطلاقا منها. شيء من الواقع وشيء من الآخر من الخيال تحيلني على نظرية المحاكاة عند أفلاطون، فعند أرسطو. فنظرية المحاكاة تقول أن الأدب هو عبارة بمحاكاة، عبارة عن محاكاة للواقع، وأنت حينما تحاكي إما أن تحاكي الشيء كما هو أو كما يجب أن يكون أو أخص مما هو عليه. إذا فما هي هذه
ما هو تموقع الكاتب خلال هذه الأنواع من المحاكاة. أظن أن شيء من الواقع وشيء من الخيال، فالواقع هو وصف الواقع كما هو. إذا فنحن أمام قصص بانورامية تقريرية جدا، هذا أولا. شيء من الخيال المتخيل إما بالتحسين أو بالتخصيص. فإن كان السي مشعل بن سعود يريد أن يحاكي واقعا عاشه وعشناه أيضا، فأنا حتى أنا كما قال السي محمد المرزاق فذكرني في قصته للقصة التي مضمونها أنه يضع كرتونة أومو، ذكرتني بما كان يسمى عندنا في المدرسة الابتدائية بمادة الأشياء، إن كنت تذكرها. الآن أصبحت نشاط علمي، لست أدري أي نشاط هذا وأي علم هذا، نظرا لأن النشاط العلمي يدرس في الابتدائي بدون وسائل، هو نصوص تقرأ وتجارب تفترض إلى آخره. إذا شيء من الواقع وشيء من الخيال. الواقع يثير سؤال حول هل السارد هو الكائن السيري أم الكاتب هو الكائن السيري. هنا أظن أن السي محمد مضمون قد وصف وأجمل.